فضيلة الشيخ وفقكم الله، الترديد مع المؤذن، الترديد خلف المؤذن، المتابعة أو المتابعة خلف المؤذن الذي يؤذن عن طريق المذياع وهو بث غير مباشر، يقول ما حكمه؟ على حكم المؤذن الذي يؤذن في الوقت، في وقت السماع، في وقت السماع هذا مسجل، أنت تتابع مسجل ما يقال له مؤذن، مسجل ما يقال له مؤذن، إنما هو صوت مسجل. نعم.